السلام عليكم، اخوكم محمد النبي. اليوم متواجد مع الشباب كاريرا. ان شاء الله راح يكون عندنا تجربه الجي تي 86 باذن الله. ان شاء الله نحاول نطلع رقم احلى من الرقم اللي طلعه شباب السوشيال ميديا. طبعا اعرفكم بنفسي، مهتم في عالم الدريفت ولي في السيارات بشكل عام، تست درايف وريفيو، تجارب اداء سيارات، تغطيه الايفنتات. فان شاء الله انها تكون تجربه ممتعه مع الشباب، وان شاء الله يكون اداء حلو، وتابعوا الفيديو. انزين، ما قلت لنا شو المواتير اللي جربتها؟ جربت فيراري فورايد، لامبورغيني هوراكان، كوبر 77. عطني بقول لك اي او لا. مزاراتي، كران توريزمو، بورش جربتهم، كاريرا جي تي 3 دول، نيسان زد. بما ان عندي انا بعد يعني نيسان زد. في النيسان ما جربت الجي تي ار. اوكي، هذه ما جربتها للامانه. كانت تجربة حلوة للأمانة. يعني أنا ما توقعت أنها تكون بهالطريقة، يعني أن يكون فيها مهارة وسكيلز وتحكم كنترول. أنا توقعت أنها يعني مثل السواقة العادية بالشارع، بس ما شاء الله يعني أكثر مما توقعت. وإن شاء الله طبعا هي أول تجربة لي، مثل ما أنت عارف أنا لي في الدريفت، أول تجربة لي كتراك، فتكون تجربة شيقة إن شاء الله. إن شاء الله خلينا نجرب السيارة، عقب ما اسوق اعطيك الفيدباك ان شاء الله. شوف يعني اذا هالورع بتشوفني مستقبلا وما راح تشوفني في الحلبه. ان شاء الله ان شاء الله. ايش رايك الحين بعد ما جربت؟ والله شوف الشعر على قولتهم بوس بامبس، ادرينالين فل شي ضارب. مو بنفس الدرفت فيها كنترول، فيها متعه وكذا، بس هذه هاي سبيد، يمر عليك واحد يعني تحس انك طول الوقت مركز، معطي 300% مركز. لا صراحه شكل ادمان لنا رده ان شاء الله للامانه. لكن تجربه الصراحه تجربه جميله، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، الله يجيكم. راح نكررها مره ثانيه. اليوم ما يعتبر، شوف التايم هذا اليوم ما راح يتسجل اصلا للحين، ما تسجل لك تايم. انا ما سجلت تايم. نجي ان شاء الله في يوم حلبه ما يكون فيها زحمه، واحد يقدر ياخذ راحته. فان شاء الله مستقبلا ان شاء الله راح يكون في لنا وقت ان شاء الله ريكورد.